تذهبان مين يا صقر؟ لأهلها يا صقر. إحنا أهلها؟ لا يا صقر، إحنا من ضمن أهلها، من عمر الزمن، من قبل عمري وعمرك، من عمر جدودنا وأبهاتنا، وإحنا اللي شايلين مسؤوليتها ومسؤولية اللي عايشين عليها. آن الأوان وكل وقت له أدان، واللي كان واجبنا زمان بقى حقهم دلوقتي. انت اللي عايز ترتاح وترمي عن كتافك وما عندكش مانع تبعترها بين ايديهم. ضعفت يا صادق، كفوفك نعمت، مشاوير مصر غيرتك وقلبت ميزانك، والود ودك تبيعها وتخلص منها. عيب يا اخويا، عيب. انت اخر واحد يتكلم عن البيع وعدمه. ما تهددنيش يا صادق، ما تهددنيش. الزله اللي انت ماسكهاني مش مخوفاني، انا اللي مخوفني. اللي مخوفك ان اهل البلد يعرفوا حقيقتك. ودي اول حاجه انا حاملها، هتكون اخر حاجه يا عمده. عايز تضيع الدنيا وانا بقولها لك اهو. انت كنت عايز تسيب، ارحل، فارق، سيبها لنا، سيبها لنا احنا. لو سبتها مش هسيبها لك انت، هسيبها لاهلها، لاصحابها. ما يعرفوش، ما يقدروش، هيبقوها شبر شبر وقرات قرات. ابدا، البني ادم الحر هو اللي بيحافظ على ملكه ويحميه. الأرض أرض يا صادق، ما حدش حر فيها، والتراب ده عزة العيلة، عيلتنا، عيلة الحلوانية، إن فرقناه هتضيع. لا عزة العيلة ولا مصلحة الأهالي هم غرضك يا صقر. أنت اللي بينهش عقلك، خوفك على نفسك، طمعك في الجاه، وشهوتك للسلطة. تجننت، بتخطرف، ما عادش في فايدة من الكلام معاك. لكن خدها مني آخر كلمة، أنا لا حفرط ولا حسيب غيري يفرط، واللي يفكر يمد إيده بس عشان يغير سلو البلد لازما صوابعه تنحرق. يا أهل الحلوانية، يا أهل البلد، يا أهل الحلوانية، يا أهل البلد، يا أهل الحلوانية، يا أهل البلد، يا أهل الحلوانية، لبعدكم هموا، هموا للنار في رجليكم، هموا للنار في رجليكم. افتحوا، افتحوا يا أهل الحلوانية، يا أهل البلد، يا أهل الحلوانية، يا أهل البلد، يا أهل الحلوانية، يا أهل البلد، يا أهل الحلوانية، يا أهل البلد. هموا ذاتكم في وقتكم، شيلوا العيال وابنوا على الخير، هموا للناس في رجليكم. افتحوا، افتحوا، قولوا لي لو عندكم يسمع، قولوا لي لو عندكم يطلع. الفجر شاشق والنار من حاش الشمس طلع، النار من حاش الشمس طلع. ان كنت تعبان اقعد وسال. ماني وسال، ما كان من الاول. ماني مسلم من الاول.
منديلك صغير ما يقضينيش. افرش لك معاه رموش عملي. شاطر في الكلام زي ما انت شاطر في الجاري. في ايه؟ تعالب دخل ورا شجر الليمون ده. هو فين ده؟ طب هاتهولي كده عليا النعمة امسكه واسلخه واعمل لك من فاروته يقعد بل. لما تبقى تلاقيه بقى حصلني. تضحك عليا؟ طب يا حوري لو جدع الحق تاني حجرين وراك الامتى يا بنت عمي؟ لاخر العمر يا ابن عمي. في العناية مرة واحدة يا حورية. عمل له ايه بس يا بصار؟ حد قال له يجري وهو مغمض عينيه؟ معاك حق. الراجل اللي يجري ورا حرمة وما يلحقهاش يبقى لازم يقع. ايه حرمة دي يا بصار؟ انا ما احبش حد يقول لي كده. زعلت مني ولا ايه؟ حقك علي. اسمعي انا نازل البندر دلوقت. تحب اجيبك معايا ايه عشان اصالحك؟ اهدى كله اهدى كله. يا بخت من كان العمدة عمه. أنا اللي طلبته مني، إيه رأيك؟ حلو؟ ومحظوظ كمان، يا بخته. بس تعرف ما بيتليش طلبي ليه؟ في نفس اليوم نزل البندر واشتراهولي بنفسه. تعرفي بقى إن أنا بغير منه؟ يا حمدي، حد يغرم الشال؟ أنا بتكلم على جوايا صقر. لو بتحب ابنه نص ما بتحبيه. كفاية عليك الربع. يا ساتر، ده أنت بخيلة بشكل. وأنت طماع يالا. طب هاتي. إيه؟ هاتي الشال. ايه دي مسك ولا عمر؟ بقول لك هات الشال يا بنت الايه. مسافه ملفتيه على كتفك دقيقه واحده بقى زي اللي مغسول بميه موارد. يعني مش عايز تجيبه؟ اهو خديه. هو ايه اصله ده؟ مالك بوزت ليه؟ ما انت كل ما بتعوزي حاجه بتطلبيها من ابوكي صقر. عمرك ما طلبتي مني ايوتها حاجه. طب صحيح بقى انت بتغير عليا من ابوك يا مروان؟ ومن عمتي السسبان ومن عساكر ومن بيت صباح ومن دارك دي ومن قطك اللي بتقفل عليك بابها. تعرفي اني لو اطول اعمل زي ما عمل الشاطر حسن في الحواديت. اجيب حصان ابيض واخطفك عليه ونطير نطير على جنينة في ارض بعيدة على شمال السماء ما فيهاش حد الا انا وانتي. ايه ده كله؟ خلي شوية لبعدين. انا بتكلم جد يا حورية. انا نفسي بعد ما نتجوز اعيش انا وانتي في دار لوحدنا ان شاء الله تكون بره الحلوانيه دي كلها. انا ما اسيبش ابويا صعب. مش هتجوز اللي عنده في المنزل. يا بنت كبري بقى. اكبر على مين؟ على ابويا صعب. طب ايه قولك بقى؟ انا ما رضيتش بيك الا عشان انت ابني كده. يا حوريه يعني انت مش هتتجوزين عشان انا مروان؟ مروان ابن صعب. لا مروان بس ابن صعب. ومن هنا ورايح مش هقولك يا مروان، هقولك يا ابن عم. لا بقى ده انت عايزالك ارصف ودنك من دلوقت. تعالي حرية. هو ده ربي يعني قولك بسم الله ما شاء الله. عميت ساسبان اني انت ايه يا ولد وطلع تزح كده على فين؟ اني لا كنت بازح ولا حاجة. اني كنت طالع فوق السطوح اشقر على زلعة المش اللي قفلها عساكر على اسمي من اول عمناوي. ايوه يا عميتك كبرت لدرجة ان بقى ينتهك عليها بكلمتين خايبين. العفو يا عم انا بس. انت تاخد بعضك وتروح دلوقتي حالا. وتانا مرة ما تعتبش الدار هنا الا باذني. وما تقعدش مع بنت عمك الا في حضوري. يا عم ده احنا مخطوبين وفتحتنا مقرية و... واد يا ابن صقر. حاضر يا عم. لكن مش بدري على الكلام ده يا حاج. بدري من عمرك يا عمد. العيال اتقرى فتحتهم قديلهم سنة وعلى حس الفتحة رايحين جايين ما بيسيبوش بعض. هنستنى ايه؟ لكن دول ولادنا احنا اللي مربيينهم وعارفين اخلاقهم كويس. وكلام اهل البلد. كلام اهل البلد؟ دول ايه يا حاج؟ دول ناسنا. مفيش واحد منهم يستجري والربع كلمة على ابن صقر او بنت اخوه. ما تتعبش قلبي يا صقر، انا تخيلت وما نش ناقصة. خلاص خلاص ما دام انت قلقانة للدرجات خلاص. تحب نتمم الفرح انت؟ خير البر عاجله. يا خبر ايه ده كل ده؟ مساه والدتك الله يرحمها.
فضل اخوالك في ميت الغرقه شايلينهولك لغايه يوم عدلك يا حوري، واول ما سمعوا انك هتتجوزي الجمعه اللي جايه صمموا يديهولي اوصلهولك. اخوالي على كده بيحبوني وما هماش وحشين زي ما سمعت عنك؟ بالعكس، دول ناس طيبين وصحاب واجب. خلاص يا ابو صالح اعزمهم على فرحي وان شاء الله لازم يحضروا. الهدايا تقوم لغايه بيوت دي اوامر العمر. كل الناس خدت نصيبها؟ كلهم يا سيدي، كسوه ولحمه وحلاوه. مرام فين امها؟ بيزفوه اصحابه في البلد كلها. الشربات يا بنت وطنيه، مش الليله يا عزادي بيحلنا بس. تعالي نبراها ليله الفرح ما حدش هيحييها غير. طب يلا ورينا العيال تصبيره كده لحد الليله اللي جاي. انا مش وقت يا حشاش، مش وقت ليا يا سيد الكل. ايه رقصت يا وحران؟ Yeah.
عيني بنت عمك. ايوه وانت نور عيني يا سلام. حاخدك جوا عيني وراك وتراعيني. حاخدك جوا عيني وراك وتراعيني. نفن ان عيني ما هو انت اللي ليا. عيني بنت عمك. ايوه وانت نور عيني يا سلام. عايزه ايه صباح؟ انت مش قابلت مروان من شويه؟ حسب الزفر ندى عليا. قال لي هتشوفي قرية. قلت له اه. قال لي قولي لها تكمل النادي بدري عشان تقدر تسهر بكره. بطلي كذب يا بنت يا صباح، مروان ما يقولش الكلام. عجايب يعني انا اللي هقوله؟ طب تعالي بقى بص عشان تتفرجي. خليني اعمل لك انصاف. يلا يا معضل. حنتها الليلة وفرحها بكرة. هتاخد مروان ابن عمي ريتها وريداه وربنا ولف قلوبهم. سبحانه كله بإرادته يجعله أول فرحنا مش آخره. ويمتعك يا أخوي بالجنة ونعمة. تبقوا غوازي عساكر. السماح يا استر حاج، دي حنه حريه الحيله زنت الحلوانيه كلها. عشنا وشفنا العروسه تغني وترقص ليله حنتها. جهزتوا الحنه يا وليه؟ جهزناها وهروح اوديها مع عاد حريه. وديها وحصليني على فوق. حاضر. يبقى لسه زعلانه مني. انا عارفه ايه اللي معكر مزاجها فينا زي دي. مش عارفه ازاي بقى يا خاله عساكر. اسكاني انت اللي قايله لي بلسانك انها لسه شايله لي نبعت لاخوالي في ميت الغرق اعزمهم على فرح. ما قلت لك يا حوريه بلاش بنقص. والاكد انت عارفه ان عمر ما حد من اخوالك هيخطي الحلوانيه. عارفه ومتاكده ان مفيش حد منهم جاي. وبرضه ركبتي دماغك وبعتي عزمتيهم زي ما يكون عنده. والسلام. مش عندي يا صباح، ده واجب. دول اخوالي ولما اجي اتجوز واجب اعزمهم. يجوا ما يجوش هم احرار، لكن الواجب واجب. من صغرها وراسها ناشفه. فاكره لما قطعت الزاد وهي لسه عيله صغيره يا دوب عندها 11 سنه لما حرجنا عليها ما تلعبش مع البنات في الجرم. الا فاكره يا استالحاجه ده لسه زي ما يكون امبارح. فضل الصايمه لغايه ما رجعنا في كلامنا.
مشت رأيها على رأسنا كلنا، مع ان ابوها ما كانش كده. طالعة لامها لعمها. ايوه تمام، بس المرة دي معاها حق يا ست الحاج. حق ايه يا وليه؟ قصدي يعني ان دول مهما ان كان اخوالها والدم بيحن برضه، خصوصا في مناسبة زي ده. كلامك ولا كلامها؟ ده كلام الاصول يا حاج. يعني أنا معرفش الأصول يا عساكر؟ قطع السنة اللي يقول كده يا استلحاجة. أنا قصدي بس أنت كبرت وخرفتي. الله يسامحك. حنتوها ولا لسه؟ مش راضية تتحنن لما تيجي. ليه؟ هحط ختم يدي. بتقول عمتي لازم تحضر الحلم. أنا مستنية مروان. هتعصى على الحنة وتفتكرك لسه غضبانة عليها وفرحتها هتقلب ناكت. تعالي يا حاج إن شاء الله بس تبركي لها وبعدين تسيبينا نحنيها. ماشي يا ولاد، ما هنقف هنا نستنى العريس. عندي معاك يا ابو البيت ربنا يقويك. الحاج انت بتقول فيها حشات؟ والله خايف منك. الله حي ميلم جاي. الله حي ميلم جاي. اهلا يا ميلم، فينك من اول الليله؟ اولها ولا اخرها؟ وده يفوت حقه. مفيش عريس يشوف وش عروسته ليله الحنه يا مروان. انا مش جاي الحريه يا ميلم، انا جاي اشوف عمتي الحاجه. ساسبان ساسبان يا ساسبان، ادينا الامان. انت عارفة وانا عارف، والزمن دار، والصغار بقوا كبار، والكبار نسيوا، لكن الزمن فاكر. مساء الخير يا عروس. مساء الخير والسعادة يا عم. دوت مفتكرتيني؟ عمرك ما عصتيني كلمة يا حرية. كلمتك المرة دي فيها ظلم يا عم. سيبونا دلوقتي. مين اللي ظلم التاني يا حورية؟ أنا اللي عايزاكي تفضلي رافعة راسك قدامي اللي طلق أمك وحرموكي منها لغاية ما ماتت، ولا أنت اللي حنيتي رسنا قدامهم لما صممتي تبعتي صالح الحناوي يعزمهم، ولا هم اللي فاتوكي عمر بحاله ما يسألوش فيك وسرقوا حقك؟ حقي؟ أنا مليش حقوق عنده غير حق القرابة قدامي، ومش هما اللي فرطوا فيه. انتوا اللي هددتوهم لو حد منهم هاوب ناحية الحلوانية مش هيطلع منها اللي على ده. ومين اللي قالك الكلام ده؟ طبعا صالح الحناوي. بس كان لازم يقولك كمان ايه اللي خلى عمك العمدة يحرم عليهم دخول البلد زياني ما بحرم عليهم فرحك. طب ما تقولي لي انت يا عم. ارض امك يا حورية لنهبوها منها ومنك بالحي، الارض اللي مضوها عليها بيع وشرب وجروها وهي بتموت على البندر عشان يسجلوا العقد في الشهر العقاري. بس هما ما قالوش كده لابويا صالح. ومن امتى اللي بيسرق بيقول؟ اللي بيسرق ما يردش. ايه ده سختم ذهبها اللي فاتتهول؟ كردانين وخمس أساور وعشرين غويشة واربع خلاخين. هيطلعوا كام يعني؟ بألف بألفين بعشرة؟ هيجوا ايه جنب خمستاشر فدان؟ الحرامي ما بيتقباش يا عم، ما يقتنعش، بينهب كل اللي صادفه. أنا قلت اللي حصل وأنا ما بكدبكيش، كلامك عندي ما يطولوش ظن أبدا، بس أنا لازم أعرف الحقيقة، لازم أشوفها قدامي زي الشمس في عز الظهرية. أنا هسأله. عايزة تروحي لهم يا حورية؟ إذا ما جوش بكرة مش هييجوا، ولو جم مش هيحضروا الفرح، هينتقدوا قبل ما يعتبوا شبر في الحلوانية. لا يا عم، دول هيبقوا ضيوف وضيوفك وضيوفه بلا سقف، أنا عزمتهم بدالكم. حتى لو نسيت حقك اللي نهبوه، عمك مش هينسى اللي بينه وبينهم. صقر ما بينساش وما بيسامحش. كلمي انت يا عم، مش هيتميلي الكلمة. عمري ما راجع صقر في حق ابدا. ما هو لو حد من اخوالي جه وحشتوه ولا طردتوه مش حقيقي. يا حاجة مروان في المنظرة بقاله كتير. انا بحاله حنوها مش هتحن. لايميها بقى يا بنت صاب، مش هتحنها الا اذا جاء ابويا صقر لحد هنا واداني كلمه انه مش هيحوش حد من اخوالي. ما هيش غلطانه يا عم، ولو حكمت ان احنا نبعت نجيبهم من نيته الغرقه لحد هنا. تقدر تقنع ابوك يا مروان؟ أكلمه. طيب وبقوله كمان يجي ويتعهد لها بذات نفسه عشان ترضى تتحن. لا الله دي بقى يا عم، ما انت عارفة العمد على قد ما هو بيحبها وبيدلعها لكن ما بيحبش حد يلوي دراعه. والعامل أنا أكلمها دي ليلة الحنة يا والد.
ما هوش قانون ولا إلزام يا عم. بس انت بعت حد ينده ليه؟ عساكر ده فان وحش يا مروان. خليها على الله. نعم استحب. نعم انتهى حرية في الدير من غير ما حد ياخد باله. حاضر. مش هتاخد منها عقد نافع. هتشوفي دماغها انشف من الحجر. مش معايا دي البت مستوية عليك. متهيألك حرية بتحبيني يا حاجة. بطل ما ياصة وينشف ما تبقاش خير يا حب. ايه يا ابن صار اللي بتتعجب بيه؟ ناقص شوية وتغني لي حلمك. امال يا عم دي ليلة فرح. هو دي اللي جاي تقوله لي؟ انا جاي اسمعك. ما عنديش حاجة اقولها. بس انا فهمت غير كده. ابويا قال لي روح خد الاذن من عمتك واسمع اللي هتقوله لك. لو كان فيه نصيب. ايه هي لسه فيها لولوية. ما احنا خلاص ما فيش حاجة خلصت لسه. ليه بس يا عم؟ ايه اللي ناقصنا؟ الليلة الحنة وبكرة هنكتب وبعد العشاء. من عارف من الليلة لبكرة العشاء هيحصل ايه؟ مساء الخير يا مروان. خير والسعادة على ايديك يا حرية. حاجة للعريس حسنة ومحبة. حاجة للعريس حسنة ومحبة. حاجة للعريس حسنة ومحبة. مفيش حاجة للعروسة يا ادم إلم. حاجة العروسة هناخدها من الحريم يا حشاد. يلا يا اخويا حل كيسك وهات. خد حر ونار طالع واكل زي المنشار. افراح ومياتم وموالد وطور. اللي اقول لادم إلم هما بقى كان فدان لحد دلوقتي. مش قد اللي لها فابوه. بس لو ما كنت شافيه والواحد استحرم يمد ايده عليك كنت وريته. طب صلي على النبي صلي على النبي. هيدفع يا سبان. هيدفع مهما الزمن طال هيدفع. نزل ايدك لك شرهالك. قلتها لك من زمان ما صدقتنيش. لكن أنا الأوان يا ساسبان. أنا الأوان. أنا الأوان يا ساسبان. أنا الأوان يا ساسبان. سمع الفال يا حرية. سمعاه بس ما عرفش أقصد إيه. سكتوه سكتوه. أنا الأوان. قول لها يا مروان. قول لها أنا الأوان. أنا الأوان يا ساسبان. اسرح بعيد يا مروان. قول لها يا مروان. اسرح بعيد. حشاد. أنا الأوان يا ساسبان. خد المبادئ واسبقني هناك. أنا حصلكوا على الدوار. أنا الأوان. بلاش قلت لك بلاش يا مروان بلاش. خلاص مشي يا عم. انا الاوان. امشي انت كمان. لما حورية تقول انها هتتحل قوليها يا بنت صادق وخلصيها. خلي الليلتين يعدوا على خير. فوتينا يا عم. خليك جنب الباب يا عساكر. ما تشيليش هم يا حرية. اخوالك لو جم هيبقوا ملزومين مناني. ما حدش هيقدر يوصلهم على طرف. لو بيدك يا ابن عم. طمني يا حرية العمدة لا يمكن يوطي راسي. لو راسك او راسه هتبقى راسك. العمدة بيحبك يا حرية. واني كمان بحب. طيب يبقى مش هزعلك. يقولها لي بلسانه. مش مصدقاني؟ مصدقاك بس. ولا مستقوية عليا زي عمتي ما بتقول؟ ما تصدقش. امال ايه معنات كلامك ده؟ معناته اني اعرف عم اكتر ما انت تعرفه. يا حورية ما تحطيش العقدة في المنشار. ما تخليش ايوتا حاجة في الدنيا تعكر صفونا وتسرق فرحتنا اللي بقت خلاص في ايدينا. روحي اتحني يا حورية. واني اوعدك ابعد زفة تجيب خوالك ويدخلوا البلد متسيدين متكرمين. عم اللي يقولها. مروان الله مرحبا مروان. اخوانه بيزفوه في البلد ولسه ما رجعش. عجيبه يا حمد صنباطي. اول مره اعرف حاجه بتحصل في البلد قبلك. الزفه وصلت بره ومروان مش معاهم. هشوف بنفسي يا عمده. فين صالح الحناوي؟ عيان يا عمدي. عيان؟ من امتى؟ معلش مش وقته. منورين يا اولاد عقبال انجلكم.
ربنا يتمم بخير يا سيد الحلوانيين. مبروك يا عم. مبروك يا عم. جبت ليه يا مروان؟ أنا عايزك في كلمتين يا أب. الله يجزيك يا بنت صادق. داني كنت فاكرك هتزعل منها. أزعل؟ أزعل من حورية؟ ما أنت عارف غلاوتها عندي. يعني هتروح لها يابا؟ كنت ناوي من غير ما تطلب. معلش يابا عشان خاطر يعني. عشان خاطرها هي قبل خاطرك. لا مش قصدي يابا. أنا بتكلم عن موضوع أخوالي. لا ده موضوع هسويه معاها. اصل انا وحورية بنعرف نتفاهم. دي بنتي انا اللي مربيها وانا الوحيد اللي فاهمها. العمدة بعد اذن الحجة. الإذن تاخده قبل ما تقف على باب الدار وتقعر زي الطور يا صنباطي. خدامك الغلطة مش مقصودة. فين العمدة؟ جاي ورايا يا ست الحجة. بيتي يا صباح. نعمين يا ست الحجة. روحي قولي لصاحبتك. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. مساء الخير يا حاج. مساء النور والسعادة يا عمري. إن شاء الله تكوني بخير. طول ما أنت بخير. تفضل. قهوة العمدة يا بنتي يا نبيه. مش قلتلك هيجي؟ حق يا بنتي يا حورية. العمدة اللي بيوقف البلد على رجل ومحدش يستجري يبص في عين قدامك يبقى حاجة تانية خالص. ده عمي أبويا اللي مربيني على حجر. مش بس كده، ده بيحبك اكتر ما بيحب ابنه من سلطه. انت بتحسديني يا بنت يا صباح؟ هحسدك على حب مين اكتر، العمده ولا ابنه؟ مستكتره عليا حب الاثنين. وهم الاثنين بس؟ ده انت يا اختي مكوشه على قلوب البلد كلها، ستات ورجال. اتفضل يا بساء. بسم الله ما شاء الله. شرفت دارك وهلك. الله يبارك فيك يا حوري. ازيك يا بنت صباح؟ تسلم يا سيد الناس. بعت لابوك الليله يعني ما جاش؟ اصله بعافيه شويه. بعافيه ولا هربان؟ هو الخدمه الشريفه عيان وطلبنا له الحكيم بالبعد. طيب بعد الحكيم ما يشوفه خليه يعدي عليا في الدوار. حاضر. وما تدفعلوش اجرته. حاضر. سلمي على ابوكي وقولي له ان انا بكره حفوت عليه عشان اطمن. حاضر. اتمسوا بالخير. سعد مساك. وانت يا ست البنات مغلبة عمتك ليه؟ أبدا والله يا بصاء. أمال ليه زي الدلال ومش عايزة تتحني؟ يعني يرضيك أتحنى واني زعلانة؟ لا طبعا معاش اللي زعلك. بعد الشر عليك. الله الله الله، هو أنا اللي مزعلك يا بنت أخويا؟ قالوا لي كده. قال إيه لو جم إخوالي من ميت الغرقة هتمنعهم ومش هتخليهم يحضروا فرح. اخوالك مش حيجوا يا حورية. طب افرجهم. في عندي الف سبب يخليني اقطع رقابيهم قبل تجليهم. شفت بقى؟ ما تفتحيش البير ده يا حورية. طب ليه؟ افهم. ما هاني ما اسكتش لما افهم. مش وقته بقى. لا وقته، دول اخوالي اهل امي دمي ولحمي. لا لا، دمك ولحمك هنا في الحلوانية بس. اي دراعي. معلش يا حوري. معلش يا بنتي غصب عني. عمرك ما مسكتني المسكات يا بالعمد. لا لا ابقى صقر. لما بتزعلني ما بقدرش اقول. انا ما كانش في خاطري ازعلك. انا قصدي بس ما تصلبيش رايك في الموضوع ده. من غير ما افهم؟ مش ضروري تفهمي كل حاجه يا حوريه. ما اقدرش اعيش من غير ما افهم. يكفيك تعرفي ان اخوالك دول هم اعدى اعدائك. كفايه قوي بس اعرف السبب. تقيل عليك يا حوريه، ما تقدريش تشيليه.
وتقيل على لساني، ما اقدرش اقوله. ليه؟ ايه العمله اللي عملوها؟ ما اقدرش اقول يا حوريه، لكن عشان خاطرك لو جم اخوالك بكره الفرح حاسبهم يحضروه، وبعديها حاسبهم. تحاسبهم ازاي؟ اللي عليه دين لازم يدفعه. دين ايه؟ اذا كان على حكايه ارض امي انا مش امك بره الموضوع خالص. امال دين ايه اللي عايز تحاسبهم عليه؟ دين حسابه مش فلوس يا حوريه، وخلاص بقى مش هقول اكتر من كده. يعني ايه سر؟ طب والسر ده يستخبى عليا يعني ليه؟ وايه اللي فيه مخوفك قوي للدرجات؟ لا عمك ما بيخافش يا حوريه. مش القصد يا عمي، انا قصدي اقول لك. كفايانا بقى كلام في موضوع ما يستاهلش. يا بنتي انا عايزك تفضي فرحك وترمي عن بالك اي مشغوليه، خصوصا مشغوليه اللي راح وفات. الله يرحمك يا صادق، افتكريه يا حبيه واقري له الفاتحه، وادعي ربنا يشرح لك صدرك لبيتك ولجوزك. هو ده اللي انا جاي اقوله لك. بكره الفرحه الكبيره، الحلوانيه كلها مستنيه اليوم ده، واني اولهم. مش عايز حاجه في الدنيا تنغص علينا فرحنا. يلا يلا يا بنتي اتحني بقى، ولمي حواليك بنات العيله خلوهم يغنوا لك. امرك يا بلانت. لا احنا قلنا ايه؟ امرك يا بصاق. عساكر. نعم يا سيد. يلا حن العروسة.
يبقى مش هينفع الليل. الصباح رباح، النهار يكشفنا. تعالى بس معايا وندبرها. في حد بيتحرك يا بنياطي؟ بتهيألك من هناك يا كده. مفيش حد، ده خيالات. ما يكونش المارد؟ هو في مارد استجري يطلع وعمدتنا قريب من بلد، ده كانت تبقى كده سودة. أهم قوية ردت عليك. ده كروان يا واد يا شحات، باين عليك انصبت في ودانك. دم قوية علي النعمة كروان. حتى اسمع، أعوذ بالله، ده فلي دي. جرالك ايه يا حاجة؟ صوت البومة يا صقر، ما تسمعه؟ هي مش سامع غير الطبل والزمر. ربنا يستر. خلينا في اللي كنا فيه. طلباتك يا حاج. مهر بنت اخوك يا عود. 10 فدادين حينكتبوا باسمه. ورثه؟ مال؟ مش هتدهولي؟ احنا من امتى بنسلم بنات ارض يا حاجة؟ الا حورية. ده عهد قديم يا عمدة ولا نسيت؟ نسيتش ولا حاجة. بس فكري فيها يا سبان، احنا كده هنفتح باب بقاله زمان مقفول. بنت اخوك عنادية، واول ما تعرف هتفتح كل الابواب. مفيش حقوق بتضيع عندي يا سبان، وانت عارفة ارض حورية غير ارض البلد يا عمدة. لا، ارض الحلورية كلها واحد، ده سلوه. انت فاكره الجرى المرحوم صادق لما حاول يكسره؟ ما كانش لازم تفكرني يا صقر، والليله بالذات. حدش نسي يا حاجه، حدش نسي عشان نفكره. رجالتك تعبوا من الوقفه يا عمدة. طلع لهم صباح على خير. وانت من اهله؟ استغفر الله. كنت عايز اتكلم معاك شويه يا ابو. طمنت على ضيفك الاول؟ اه الحمد لله، اتعشى ونام. انا كمان عايز اتكلم معاك. اه متهيألي يابا انك عايز تتكلم معايا في نفس الموضوع اللي انا عايز اتكلم معاك فيه. سيبك من اللي انا عايزه واللي انت عايزه دلوقتي، وقول لي مين الضيف اللي جاي وراك من مصر دي؟ مصاص البيان ما جاش معاك الغربيه ليه؟ صدقني يابا انا ما عرفتوش غير من اسبوع واحد بس. هو اللي دور عليا وجالي الجورنال وقال لي انه له مصلحه في الحلوانيه وترجانا ضيفه لما يجي. عمرك ما خبيت عليها حاجه يا رشاد. معلش يابا، مش هقدر اتكلم الا لما يقول لي هو. يبقى مش جاي في خير، وانا برضو همشي في سكه شر يابا. جاي لمين صاحبك ده؟ كل اللي اعرفه انه جاي لحد في دار العمدة. دار صار الحلواني؟ وعنا ناقصين، مش كفايه الوقعه اللي احنا وقعناها معاه؟ احنا ما وقعناش يابا، احنا اصحاب حق. حق ايه بس؟ واحنا عجبه من اهل البلد. مين في الحلوانيه الارض ولا حق؟ ما الكل من ايام جدودنا وجدود جدودنا وراضي بالوضع. كان يابا كان، لكن الدنيا بتتغير وكل وقت وله ادام. العيال بيكبروا ويطلعوا بره الحلوانيه ويتعلموا ويحتاجوا اللي يبنوا بيه مستقبلهم في اي مكان. وانا قدامك اهو، هعمل ايه هنا في البلد؟ هفتح جورنال؟ انا صحفي وشغلي في مصر والمفروض اني. وعشان كده العمده ما كانش راضي انك تطلع صحفي، كان عايزك تاخد الثانويه بس زي ابني. هي دي القضيه، في الشغل والتعليم والجواز كل حاجه لازم تتم بامره وموافقته. حجته في كده انه بيحب الكل وخايف على مصلحتهم، بتحمل مسؤوليته وشايل همه. اني الاوان بقى يشيلوا هم همهم. كلامك ده بيفكرني بكلام العمدة اللي راح الله يرحمه ملحقش يعيده، الحاج صادق. كان بيتكلم زيك كده، وفجأة من ساعة ما راح مصر ورجله خدت عليها. هو له بيت في مصر؟ لا لا، بي 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 بيت ايه؟ لا كان بيزور بس زيارته كترت وطولت، وبقى يرجع يقول كلام غريب محدش فاهمه. الناس قالت عليه اتجنن شوية، السهم نفد وراح. ازاي يابا؟ الله يرحم الجميع. بس انت كنت صاحبه قوي. الله يرحم الجميع. ليه دايما يابا كل ما تيجي السيرة دي تقفلها وتصدني؟
انت عايز ايه؟ عايز اعرف. وده وقت حواديت وحكايات. انا اللي عايز اعرف انت جاي البلد ليه؟ انت عارف يابا هتجوز وعايز شقه في مصر والشقه عايزه فلوس. وانا حلتها لك وقلت لك تعال نروح سوا للعمده وهيرحب وديك اللي انت عايزه. انا مش هشحت من صقر يابا. شحتت ايه بس؟ ده كله سلف ودين بيتأيد ويتخصم من اراضي الارض عشان في الاخر نلاقي ديوننا اتبلعت حقنا. ايه هو في حاجه في الحلوانيه ليها اخر؟ ما هو عشان كده يابا لازم نحددها، لازم نعرف لينا ايه وفين عشان نقدر نتصرف. نجوم السماء اعرف. بس ده مش عادل يابا. الراجل ما بيقولش لا، طول عمره فتح لنا صدره وجيبه ونحن عايزين بناخده. حقنا ومال حقنا. خلاص هتقول انت العمده مش طرت تروح له بنفسك. الحق ما فيهوش شروط يابا. يا ابني ما تنشفش دماغك، كفاني من يومها مش قادر اوريه وشي. ليه بقى؟ هو حضرتك عامل عامله؟ لا انت اللي عامل العامله وانا اللي محطوط في وش المدفع. وهو كذلك، انا بكره الصبح هروح له بنفسي ان شاء الله. اخويا رشاد. صباح، ازيك؟ وحشاني جدا. حبك اكل البرتقال دلوقتي يا ميلم. خدي لك برتقانه واسكتي. طب ايه اقولك بقى انك انت اللي هتلم عيش البرتقال اللي نطورته على الارض ده؟ تاخدي فص؟ همي يا وطني احنا نروح. انا هنام هنا الليل. مفيش نوم هنا، احنا فاتحين الدكان ده. طلعني الحرام من تحت النصب يا عزاز. حاضر. ده انت تؤمر يا بركه. سمع الكلام الحلو يا بنت الطرح لي. انت مالكيش دعوه بيه انت خالص. ما تاخد لك فصين يا عزاز. انت عارف ماليش فيه يا ميلم، وبعدين انا لسه ما اتعشيتش. اياك مفضي بطنك عشان لحمه الفرح. اسمع كلامي وروح كل. مفيش فرح يا راجل، ما تفولش حرام عليك. انا مش بفول، ما عادش افرح في الحلوانيه يا راجل. بطل هلوسه بقى. مكتوب يا اهل البلد، مكتوب. هات الحرام يا عزازي خلينا نام. شاي وبوري. خلي الحرام مطرحه يا عزازي، انا هنام في الشارع. اقعد. عايز ايه؟ عايز ايه يا عزب؟ مين اللي جه البلد الليله؟ معرفش، انا كنت في الزفه. مين اللي جه البلد الليله؟ قلت لك معرفش. مين اللي جه البلد الليله؟ ناس كتير. تعرف مين فيهم؟ ما شفتش، يمين بالله ما شفت. غور امشي. الله حي، الله حي. وطني اللي تجيب. وبعدها لك يا عزب. الله ما تسيبها يا عزب. قال لي مع عزب سيدي حمزة عايزك. قول له جاي وراه هيخلص البرو ويجي. وبعدين يا عزازي كل ليلة بالشكل ده؟ ده مخه تعبان يا وطني، ربنا يكفينا شر. مش يمكن جاي لوحده؟ كانوا اتنين بيحوموا حوالين البيت. وما عرفتش التاني؟ هعرف بكره قبل الفرح تجيب لي قراره. هيحصل، بس الحناوي مش حياه. عارف، قوم روح انت وقول لي ضمانتي يخلي الحاج اللي برداش يتفضل. في ايه يا حرزه؟ استريح. اعمل لنا شاي يا ولا. مش عايزك تسهر. محتاج اسهر يا شيخ البلد. انا سامع. الجماعه بتوع ميت الغرقه الظهر والله اعلم انهم ناويين بجد. حد منهم جه؟ الواد الجورنال جه ابن صالح الحناوي. طب الليل على غفله متداري في الضلمه ومعاه نفر غليب. وايه لما ابن الحناوي يعني بتوع ميت الغرقه؟ جرى ايه يا حاج؟ انت بقيت تنسى كتير اليومين دول. قصدك اللي طول عمر الحناوي مخويهم، مش هو السبب في جوازة العمدة اللي فات؟ ايوه معاك حق. اذا محتاجة سهر ولا لا؟ ايه اللي بتقوله ده يا رشاد؟ وطي صوتك، ابوك يسمع. انا ما اقدرش اوصل لحرية كلام زي ده. لازم يا صباح
لازم يعني ايه؟ هروح اقول لها في واحد جاي من مصر وعايز يشوفك، شاب لا تعرفيه ولا يعرفك، وامتى؟ يوم فرحها. هنديكي اماره تخليها تطمن. هي فين الاماره دي؟ مش لما تيجي رايحه. وصاحبك ده عايز ايه من حورية؟ دي صورة ابويا شايل عيل صغير. جبت الصورة دي منين يا صباح؟ واحد جه من مصر مع اخويا رشاد ليلة امبارح. واحد من مصر؟ طب وجاب الصورة دي منين؟ واديها لك انت ليه؟ امارة. امارة ايه بيت؟ اصله عايز يقابلك. يقابلني؟ انت جننت يا صباح. اني ماليش دعوة، اني بوصل كلامهم وبس. كلام مين؟ رشاد اخوكي والجدع بتاع مصر. وعايزين مني ايه؟ والجدع بتاع مصر ده يعرفني منين؟ بيقول اول ما تشوف الصورة دي هتوافق وتروحي تقابليه على طول. فين؟ عندنا في الدار. اما حكايه يا ولاد. سحورية عمتك عايزاك يا عروس. حاضر هجيلها حالا. تلاقيها عايزاني عشان استف معاها هدومي عشان جهازي هيروح على بيت العمر، واذا رحت هناك هنشغل ومش هفضل لغايه الفرح. خلاص اروح اقول لهم انك مش فاضي. لا انا لازم اعرف الجدع ده مين وعايز ايه. اسمع، هو مش رشاد وابويا صالح هناك في البيت؟ اه، وانا كمان هكون موجود. لا خليك انت هنا، انا هتسحب من باب الوراني، اروح عندك اشوف ايه الحكايه وارجع على طول، وانت تفضلي هنا وتقفلي على نفسك بالترباس، ولو عمتي ولا خالي عساكر سالوا عليا ابقي اتصرفي. أنا الحسيني. الحسيني مين؟ الحسيني صادق الحلواني أخوك يا حورية. أخويا؟